يمكن والدي ما كانش صدمه كبيره بالنسبه لي لانه متمهد له. اللي كان صدمه في نفس التوقيت ودي كانت سنه صعبه قوي، صديق ليا كان اسمه مجدي كامل، ده كان شاعر كتب لنا حاجات كتيرة قوي، وهو كان صديق مقرب جدا ليا. بعد الاول والدي، بعديها بشهرين مجدي كامل، بعديها بثلاث اشهر علاء ولي الدين الله يرحمه. فكان صدمتي في مجدي وفي علاء ما كانش ليهم اي مقدمات، دي كانت صدمات. لكن والدي ما احنا كنا منتظرين، يعني منتظرين بين يوم وليله حد بيكلمنا من المستشفى يقول لنا، وده اللي حصل بالفعل يعني. لكن كانت سنه غريبه، لكن في نفس السنه ما توفى مجدي كامل الله يرحمه وعلاء، دي كانت اكبر صدمه. وفاه علاء سابت اثر جواك وجوا كتير من الاصحاب والمقربين اللي كانوا عايشين معاه واكلين شاربين معاه وداخلين في بيته. لكن الموت في حد ذاته لما الواحد بيشوفه في عزيز وفي سن صغير مقرب جدا من سنه، بالتاكيد بيسيب فيه اثر. وفاة علاء ولي الدين، ايه الاثر اللي سابته فيك؟ لا، اثر كبير قوي يعني. الحمد لله الواحد مؤمن بربنا ومؤمن بقضاء ربنا طبعا، فما ينفعش الواحد يبقى حتى في عز انهياره بنقول الحمد لله يعني. لكن وفاة علاء كانت صعبة جدا، ويمكن من اغرب الاحداث اللي الواحد مر بيها. انا حضرت وفيات لناس قرايبنا واصحابنا كتير في مستشفيات، فكان في اي مستشفى بتلاقي برضو الواحد عشان عينه طول الوقت شايفة سينما يعني، بتلاقي اهل المتوفي هم اللي منهارين، لكن الناس اللي في المستشفى متعودين. فبيبقى تلاقيه مثلا مع صاحبه عمال بيهزر وبيضحك وبتاع، ويجي الاهل المتوفي بس يعمل ان هو ايه جد، ما ينفعش. ما عدا وفاة علاء ولي الدين، كل اللي في المستشفى يعني، اذا كان دكاتره ممرضين، اذا كان وقت الدفنه نفسها الراجل، كل الناس بيحبوا الراجل ده، كلهم كانوا متاثرين، مش اهله ولا اصحابه فقط يعني. فكان من الوفيات اللي الواحد حضرها وقد ايه الناس كانوا بيحبوه يعني.